تحدث مع الموتى مقابل 1200 دولار. لو فقدت شخص عزيز وحسيت انه وحشك ومحتاج تتكلم معاه، تعال نقولك ممكن الحلم ده يتحقق ازاي. شركة كورية عملت تطبيق جديد يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي، بيوفر للشخص خدمة التحدث مع الموتى مباشرة. ممثل الشركة الكورية قال إن الفكرة قائمة على إنشاء نسخ افتراضية من الأشخاص المتوفيين، وقال إن التكنولوجيا تقدر تقلد الصوت وتعبيرات الوجه بفضل الذكاء الاصطناعي المتطور باستمرار، لكن لازم الشخص يقضي 7 ساعات أمام الكاميرا حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من التعرف على صوته وتحركاته. كمان لازم يكتب الكثير من الأشياء المتعلقة بحياته حتى تتمكن تقنية الذكاء الاصطناعي من تخزين تلك الأحداث. الفكرة عجبت ناس كتير لأنهم هيقدروا يحكوا ذكرياتهم بعد رحيلهم، كمان عائلتهم هتتذكرهم وهم في حالة صحية ومظهر جيد. ومن المتوقع أن يكلف إعداد النسخة الافتراضية للشخص ما بين 12 إلى 20,000 دولار، وفي كل مرة هتتكلم معاها هتدفع 1200 دولار. وعلشان الموضوع يبان حقيقي، العميل هيروح غرفة خاصة مجهزة بشاشة مقاس 400 بوصة وأجهزة صوت عالية الجودة. التطبيق بدأ بالفعل في كوريا وأمريكا، وتم الاعتراف به في يناير 2023 في معرض الإلكترونيات اللي أقيم في مدينة لاس فيغاس.